تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. استعادت القوات العراقية السيطرة على بلدة ألتون كوبري، آخر البلدات التي كانت تحت سيطرة القوات الكردية في محافظة كركوك التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن مدينة أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان. واقتحمت القوات العراقية الناحية من محورين وبثت صورا للقوات العراقية المشتركة وهي تجوب شوارع البلدة الواقعة شمال مدينة كركوك وعلى الطريق الرئيسية باتجاه محافظة أربيل. قالت منظمة اليونيسف إن نحو 340 ألف طفل من الروهينجا يعيشون في ظل أوضاع قذرة في مخيمات داخل بنغلاديش ويفتقرون إلى ما يكفي من الطعام والماء النظيف والرعاية الصحية. وأضافت المنظمة أن ما يصل إلى 12 ألف طفل آخرين ينضمون إلى هؤلاء الأطفال أسبوعيا هربا من العنف أو الجوع في ميانمار، وما زالوا يشعرون بالصدمة بسبب الفظائع التي شهدوها. بعد المعاناة التي ولد فيها الطفل نغاشي واستمرت لمدة 5 سنوات، ارتسمت حالة من الفرحة والمرح على الابن الأكبر للرهين الكندي جوشوا بويل عقب الإفراج عن الأسرة المكونة من 5 أفراد يوم الجمعة الماضي. ووصل الطفل إلى وطنه لأول مرة والتقطت صور للطفل الصغير يلعب مع أبيه في العشب، وذلك في حديقة بمنزله في مدينة سميث فولز في أونتاريو في كندا، وفقا لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية. أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية توقيع مذكرة تفاهم مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تهدف إلى تطوير صناعة كرة القدم في المملكة ورعاية المواهب الشابة. مذكرة التفاهم تشمل إنشاء عدد من الأكاديميات في المملكة وفقا لأحدث مفاهيم الاحتراف والأسس العلمية لإعداد جيل من اللاعبين القادرين على الاحتراف في أكبر الدورات الأوروبية والعالمية. أظهرت دراسة دولية كبيرة أن التلوث يقتل ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن غالبية الوفيات تكون ناجمة عن أمراض يسببها التلوث مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية وسرطان الرئة. وأشارت الدراسة إلى أن غالبية الوفيات أي نحو 92% تقع في الدول الفقيرة أو متوسطة الدخل المادي. تعد الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 ثاني أكثر الأشهر حرارة في السجلات التي يعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر، وفقا لما جاء في آخر تقرير صادر عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. البيانات ترجع ارتفاع درجة الحرارة هذا العام ترجعها بنسبة كبيرة إلى التأثيرات البشرية. نهاية الموجز، في أمان الله.